كده والنبي اللي يحب النبي هيسقف كده والنبي انا اللي بوجع بدي وبسمع الناس تتجمع من غير ما يدمع لا اعرف نيته بقتله خبطك مش مستحمله شكلك مش مسترجله اضرب انا حط عليه وندمه الامور الحلوه بقصه ده عز ملوش قصه امور ما دبحش القصه امور ما دبحش شكلك فاهم يا نوصه شكلك فاهم يا نوصه شكلك فاهم يا نوصه على شكل ده تعمل تحية للرجالة والكل ايه الشغالة تحية للرجالة والكل ايه الشغالة انا وصل ابويا انا بيقول ابويا انا وصل ابويا انا بيقول ابويا اوعى يضر لك اوعى الدنيا ضميرة نفسية اوعى يضر لك اوعى الدنيا ضميرة نفسية يا عم محمد يا مع السلام اهدى وخليك ريلاكس وابعت للدنيا فاكس اهدى وخليك ريلاكس وابعت للدنيا فاكس انا يا دنيا خليت بينا اتيوني يا خليت بينا اتاريكي ماشي عكس اتاريكي ماشي عكس اتاريكي ماشي عكس قلنا الحالة شغالة ما حدتش عايزة ولا يا عم الحالة شغالة ما حدتش عايزة ولا بطلع عيني يا خالة الوقت ده نفسه حالة بطلع عيني يا خالة الوقت ده نفسه حالة الحالة لو تبديني تكتبت وتبديني الحالة لو تبديني تكتبت وتبديني وارجع تاني واقول لك انا الشعراوي يا مع السلامة ايه يا عم شوكة يا عم محمد وارجع تاني واقول لك وحياة النبي ما تزعلهم هطلهم العصفورة يا عبد سلام انت رب بقولك يا نجم مصر هي ما يرضي الله جت من عند ربنا كده بس كل حاجه في الدنيا ولها سبب ربنا يبارك لنا فيك يا رب الاخر يا رب. مصر كلها قالتها بس انا ناقصني حاجه واحده بقى انت يا نجم العالم من الاخر ما تقولش شعراوي قول عبد السلام طب قول الشعراوي وارجع تاني وارجع تاني وارجع تاني ارجع تاني انا الشعب والله والله ومش شرط تقول انا الشعراوي كل واحد يتحدث عن نفسه هي ممكن تقول انا الموناليزا في الاخر طب نعمل تيست مع الناس نعمل كلها بالحب كلها بالحب وارجع تاني هي الموناليزا هي وخيالها بقى هي وخيالها وارجع تاني ما بحبش اتكلم عن نفسي صراحة انا الشعراوي اتفضل استراح جنب عروسته عشان نعوض الفتره الفنيه